يقول الأخت السائلة مرام: حدثوني يا شيخ عن العقيقة، ما حكمها؟ ومن ترك العقيقة لأولاده الثلاث الذكور والإناث هل عليه شيء؟ العقيقة عبادة، وهي ذبح الشاة عن المولود، ذبح الشاة عن المولود، عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة واحدة كما جاء في الحديث، وهي فداء له، فداء للمولود، والمولود يحجب عن الشفاعة لوالديه يوم القيامة إلا إذا عق عنهما، أدى العقيقة عنهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته. نعم.